تعالوا بقى نشوف الكنافه اللي بالخشاف. ايوه الكنافه دي خطيره، سهله جدا وبسيطه وطعمها حلو. معايا نص كيلو كنافه متحمره دي كده نص كيلو كنافه متحمره. للكريمه معايا ربع كيلو كريم شانتيه خام من غير سكر، اهو واخده بالك انت من غير سكر. نيجي بقى نحط في ربع كيلو باستري سكر، ربع كيلو بودره باستري موجوده برده عند محلات خامات الحلواني، بتدي طعم حلو جدا من غير ما نعمل الباستري كريم على النار وصفار بيض ونشا وحليب وكده، بينجز الموضوع. كوبايتين حليب متلج، وللوش عندي مشمشيه وتمر وقراصيا وتين كله متقطع قطع صغيره. طب هزين الوش بايه بقى؟ بشويه عصير قمر الدين. خدي حطي بقى الكريمه هنا اهو، على ما انا اضرب ايه هضربها على مضربها هي. لا ما اضرب اللي هيقول لا ما اقدرش. ايوه اكتبوا يا جماعه، والله بصوا الاكل المصري بتاعنا ده مهما نلف ونعمل ونسوي ونروح ونيجي برضه سيظل الاكل المصري اللي هو بقى بتاع الاماكن الشعبيه الحلوه، الحاجات المصمت، العربيات اللي بتبيع السمين والحاجات دي هتنهار جامد. انا مش معترض على كل ده، هتنهار جامد. انا بحب الاكل ده جدا جدا. انت عارفه ان انا اول حلقه في حياتي قبل ما اعمل بالهنا والشفاء في سفره طلعت عملت كوارع. طب امال انت مضايقه من كرشه ليه؟ ما انا عندي بس مشكله مع الكرشه، لكن انا على فكره هنجيبها ده كله بحبه قوي. احنا نجيبها متنضفه. ممكن اضحكك على حاجه؟ قول. انا مره حطيت للولاد في اللانش بوكس ممبار. ممبار؟ عارفين الممبار بابس الصغير ده؟ مره كان كنت عامله عزومه وباقي فضل شويه ممبار وبعدين بعمله في الاير فراير او في الفرن فمش بيبقى مقلي فمش تقيل. ماشي. فلقيته فاضل الصبح ومش قادره اعمل لانش بوكس. ممبار في اللانش بوكس. حطيت كام واحده ميني بوبس كده. وما جم اتغدوا ايه بقى؟ خروف اكيد. يا ما يفطروا ممبار هيدر. ما هو ده غدا. مش العيال بتاكل اللانش بوكس دي الساعه واحده؟ عايزين نروح لو يوم اسكندريه بقى مش كده؟ طب انا بصي وطلعت لك جاهزه؟ ماشي. انا هضرب الكريمه. حطيت ايه عشان تبقوا عارفين برضو، حطيت حليب وحطيت بودره الكريم شانتيه اللي من غير سكر وحطيت بودره الباستري اللي بسكر، ففي يعني موازنه حلوه ان الكريم شانتيه اللي من غير سكر ده مع ده مع الكنافه مع الميكس اللي هنحطه على الوش بتاع الخشاف هتلاقوا ان في سكر معتدل. الله شفتي؟ الله. يعني سكر مش كتير. كمل ضرب وانت قري شويه كومنتس. يلا ماشي ماشي اهو. طلعت الكرشه. هي بس انت بتقول لك اللي بيحب حاجه يعملها. ماشي ماشي يا بوز. هاله بتقول لك كرشه. لا يا هاله. ايه هزه ايه؟ ثانيه واحده هتقول لا 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 سيبوا الكنافه دي وتعالوا لي كده. ايه انا عرفت دلوقتي سر رهيب. ايه؟ ان توته ما بتاكلش الكرشه. طيب نقول لهم. طب اقول كده؟ هقول انت بتقول ايه؟ باخر يوم كل سنه وانتم طيبين. سميره ممكن ورق عنب وممبار بليز. طبعا احنا عملنا قبل كده ورق عنب هنا صح؟ عملنا ورق عنب. عملنا ورق عنب ده ما عملناهوش. لا عملنا. تقول لنا يا بوزبو عملنا ولا ما عملنا؟ احنا كاتبينه في المانيو. احنا كاتبينه في المانيو. انا شايفه من امبارح، في من امبارح من اول ما ابتدينا وفي كومنتس كتير من السودان. اهو سودانيه والكلام انتهى. انا لبنى من السودان. توتا انت عسل وساندرا انت عسل. عشان لما يجي يقطع تبقى كده. بصي اهو بحطه قليل قوي. ماشي بس هتبقى لذيذه قوي. لذيذ ان انت تاكلي حاجه وتبقي يعني. بس شفتي طريقتها سهله ازاي؟ حلوه قوي بصراحه. حلوه يعني كنافه حمرناها اتركنت على جنب، تروحوا بعد كده جايبين الكريمه نضرب كريم شانتيه مع باستري وشويه لبن ساقع واعمل طبقات من الكريمه والكنافه. ولو عندنا يميش كتير ممكن بقى اعمل احشي بقى، احشي في النص طبقه يميش وممكن كمان اقلب شويه مع الكريمه. الله تبقى خطيره بقى. الله حلوه. اقلب شويه مع الكريمه دي حلوه تبقى قوي. حلوه قوي.